طنجة نيوز تتمنى لكم رمضانا مباركا سعيدا. معك الكاتب العام ديال شركة النظافة ميكومار جعيدان عبد الكبير، كنشكركم هذا المنبر هذا وهذا الوقفة احتجاجية كنعملوها على حساب تماطل الشركة، لأن الشركة كتماطل علينا في الأجور ديالنا في الحقوق ديالنا اللي كنا المكتسبات كانت سابقا عندنا، يعني ولاو كيتماطلوا علينا فيها وما كيفتحوش معنا باب الحوار، يعني الشركة ما كتفتحش مع المكتب النقابي باب الحوار، ولهذا حنا كنطالبوهم باش يفتحوا معنا الحوار ويطيحوا معنا الطابلة على حساب نفتحوا باب الحوار ويكون خير إن شاء الله يا ربي. شكرا. احنا كنتواجدوا اليوم في وقفة احتجاجية جات نظرا لأن الإدارة كتماطل باش تفتح حوار مسؤول وجاد مع الإخوان ديالنا داخل المكتب النقابي اللي منذ التأسيس ديالو، وحنا كنحسوا بأن هناك عراقيل ومشاكل كتبدع فيها الإدارة وكتخلقها باش ما نزيدوش القدام. احنا رحنا صامدين من أجل الدفاع على الكرامة ديال هاد العمال وأيضا على المطالب ديالهم العادلة والمشروعة، وايضا غنناضلوا باش ما يبقاش داك التاخير في الاداء الاجور والتاخير في المقدم وفي التامين، اضافه على انه باش نكونوا يكون كل شيء عارف على ان الاتفاقيه راه دارت في 2014 وانتخابات راه جداد ديال الماجورين. اليوم كنطالبوا باتفاقيه جماعيه اللي تحفظ الكرامه ديال هالطبقه العامله ماديا واجتماعيا.